بمناسبة نوفين هي الدكتوراه، الدكتوريه في هذه السنة، وأتمنى أن تجدكم كلمتي هاتي في صحة جيدة. وكما تراعون فإن دورة السنة الماضية كانت بأكملها عن بعد تزامنا مع الحجر الصحي، أما هذه السنة فإنها تأخذ شكلين، الحضوري وعن بعد عبر قناة يوتيوب باستعمال الرابط الموجود موقع الكلية على الفيسبوك. هذا اليوم الدراسي للدكتوراه، ما معناه بالنسبة للطلبة في كلية الأدب بالرباط؟ الهدف من هذا التكوين ديال الدكتوراه هو تحضير الطلبة لإنجاز أطروحتهم، وبطبيعة الحال فالطلبة هما، هناك عدة أنواع من الطلبة. هناك الطلبة المبتدئين ولهم مشاكلهم وإشكالياتهم في اختيار الموضوع مثلا، وهناك الطلبة المتقدمين في البحث، وهناك إشكالية أخرى وهي إشكالية الكتابة، والطلبة الذين اقتربوا من إنهاء بحثهم وهنا عندهم إشكالية أخرى وهي إشكالية المناقشة. ولكن هناك إشكالية رابعة مهمة ويجب إعطائها الأهمية القصوى، هو ما بعد الأطروحة وما بعد الدكتوراه. ماذا بعد الدكتوراه؟ من الناحية العلمية هناك النشر، ومن ناحية أخرى هناك الولوج إلى سوق العمل، فيجب علينا أن نهتم بهذا الموضوع في جميع مراحل التكوين في الدكتوراه من البداية إلى النهاية، لأن الدكتوراه في حد ذاتها ليست هدفا أسمى. نعم، بالنسبة للكلية تقريبا كم من دكتوراه هي تنجز في السنة، والنوعية ديال المواد اللي يتهتموا بهذا الدكتوراه؟ في كلية الأدب عندنا أكثر من 1000 طالب، وننجز أكثر من 50، ما بين 50 و 60 أطروحة في السنة، وعندنا 19 تكوين في الدكتوراه في عدة ميادين، في اللغات، لغات متعددة، في علم النفس، علم الاجتماع، التاريخ، الجغرافيا، الدراسات الإسلامية، التواصل، كل هذه مواضيع يعني حيوية ومهمة وتنجز فيها أطاريح ودكتورات. نعم، هل الكلية ديال الأدب ديال الرباط ستكون في أول الصفوف لتعزيز العلاقة العلمية مع كليات إفريقية؟ بطبيعة الحال نحن في كشك بيع الإنتاجات والمنشورات لكلية الأدب، ويمكنك أن ترى أنه هناك عدة كتب تنجز في هذا الميدان حول إفريقيا، وليست هناك كتب فقط، فهناك كذلك تكوينات في الإجازة وفي الماستر في هذا الميدان، وهناك بحوث كذلك في الدكتوراه حول إفريقيا. فإذا هذا التوجه الإفريقي الذي أسس له جلالة الملك محمد السادس نصره الله هو أصبح من الأولويات في التكوين وفي البحث العلمي في كليتنا. نعم، لاحظنا الحضور ديال أمينة بوعياش من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ما هذه العلاقة ما بين الدكتوراه وحقوق الإنسان؟ هذه بالنسبة لي هذا الاستدعاء ديال السيدة أمينة بوعياش هو يعني نقطة مهمة لكي نبرز أهمية حقوق الإنسان في كلية الأدب. فلا نريد أن تبقى يعني إشكالية حقوق الإنسان حكرا على المجتمع المدني وعلى بعض الهيئات المدنية، أو على قد أقول على كلية الحقوق في المغرب. فإشكالية حقوق الإنسان هي إشكالية كذلك للعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وإشكالية بالنسبة للطالب، يجب أن يتشبع الطالب بحقوق الإنسان وأن يقوم ببحوث فيها في هذا الميدان، بل أقول أن المجتمع بأكمله يجب أن يتشبع بثقافة حقوق الإنسان. بالضرورة بها واجد حقوقية معنى فقط، بل ضمن أفق أشمل وأوسع جرى فيه احتضان فكرة حقوق الإنسان من طرف ما يسمى في ظل الجامعات بالجماعة العلمية.
نحن اليوم في حاجة فعلا إلى تشجيع والنهوض بالأبحاث والدراسات الأكاديمية اعتمادا على منهجية ومقاربات موضوعية تمكننا من أولا تطوير الفعل الحقوقي، ثانيا الربط التساؤل والمساءلة حول مدى تطور مسارنا الحقوقي الذي أظن يعرف عراقيل ذات طبيعة ثقافية واجتماعية. إذن الانكباب ديال العلوم الإنسانية في البحث الأكاديمي حول هذه المواضيع ستمكننا بالضرورة لتطوير هذا المسار الذي انطلق أكثر من 20 سنة. طبيعة الحال مثل هذه الندوات فهي مهمة جدا بالنسبة للطالب الباحث، خاصة أنها تكونه وتؤهله ليكون طالبا باحثا متميزا لديه أفق، يستطيع أن يدافع عن فكرته، يستطيع أن يدافع عن أفكاره. بالمناسبة أنا أقول بأنها مثل هذه الورشات هي يعني في غاية الأهمية، ونرجو أن تستمر بشكل يعني بشكل أكبر في قادمي الأيام. اسم ديال الأطروحة ديال العنوان الأطروحة ديال طبعا الحال أنا أحاول إن شاء الله أن أستعد لأطروحة متعلقة بالفكر المغربي أو المنهج النقدي المغربي، خاصة فيما يتعلق بمحمد عبد الجابري وطه عبد الرحمن. إن شاء الله تعالى إذا تيسر الأمر إن شاء الله.